بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم من جديد ان شاء الله في السلسله ديال التمارين. غنحاول نشوفوا تمارين تطبيقيه الدرس اللي شفنا في الفيديو الثلاثه الاولى ان شاء الله. اول حاجه غنشوفوا التمرين حول الاتصال. اش كيقول التمرين هذا؟ قال لك ادرس الاتصال الداله اف في اكس 0 في الحالات التاليه. نشوفوا مباشره الحاله الاولى. شاننا في الداله اف، عندنا f معرفة ب x كاري بلس m موان زان سو x. مهم واحد الملاحظة قبل ما نبدأ، نخلي لكم السلسلة على شكل PDF في الديسكريبسيون، يعني اللي يقدر أنه يخدم السلسلة قبل ما يشوف الحل راح يسن. إذا جيتي مباشرة لم تشوف الحل ما كنظنش أنك تستفيد شي حاجة. يلا على بركة الله. أولا باش ندرسوا الاتصال ديال الدالة f في الزيرو، اش قلنا كنحسبوا الليميت x كتمشي الزيرو ديال f لي اكس، ياك اللي هي ليميت اكس كتمشي للزيرو ديال غاسين اكس او كاري بلس ان موان ان سور اكس. عندنا المشكل في الزيرو، يعني ما نقدروش نعوضو مباشرة، يعني خصنا نحيدو هاد اكس من المقام عاد نقدرو نحسبو الليميت. اش غنديرو؟ مجرد ملاحظة، عندنا غاسين اكس او كاري بلس ان ناقص ان، هنا إلا ضربنا في المرافق غتمشي لنا واحد مع واحد، غتبقى لنا واحد إكس أو كاري، نقدرو نختزلو مع إكس. شوفوا معايا كنديرو، يعني كتساوي ليميت إكس كتمشي للزيرو ديال غاسين إكس أو كاري ناقص واحد زائد واحد ناقص واحد في المرافق ديالو اللي هو غاسين إكس أو كاري بلس أن بلس أن على x عامل غاسين x كاري بلس 1 بلس 1. يعني ضربنا في التعبير الفوق والتحت ما يوقع والو. شنو هي هذه؟ واحد العدد ناقص هذا نضربه في نفس العدد زائد هذا متطابقه هما، يعني غتعطينا ليميت x كتمشي للزيرو ديال هادي او كاري اللي هي x كاري بلس 1. ما نديرش لا فالور ابسولي حيت عندنا التعبير موجب، عدد او كاري موجب زائد واحد، يعني غتبقى لنا اكس او كاري بلس 1. حيت فاش كنبغيو نخرجوا شي حاجه من الغاسين كنشوفوا واش موجبه ولا سالبه. مهم ناقص واحد او كاري هي واحد مقسومه على اكس عامل لغاسين اكس او كاري زائد واحد زائد واحد. اش كتساوي؟ واحد غتمشي لنا مع واحد، غتبقى لنا ليميت اكس كتمشي للزيرو ديال اكس استثنان على اكس عامل لغاسين اكس او كاري زائد واحد زائد واحد كتساوي ليميت اكس كتمشي للزيرو ديال اكس على غاسين اكس او كاري، غتمشي هادي مع الكاري غتبقى اكس الفوق، غاسين اكس او كاري زائد واحد زائد واحد. هنا كنلاحظو بان المشكل ديال الزيرو في المقام مشى، كتساوي عوضنا بالزيرو هنا عطينا زيرو، هنا زيرو زائد واحد اللي هي واحد زائد واحد اللي هي زيرو على جوج اللي هي زيرو. اش عندنا؟ احنا دابا حسبنا الليميت، غنشوفو واش كتساوي اف ديال الزيرو اللي هي اف ديال زيرو. اش كنقولو؟ يعني نعاود نكتبو، لدينا ليميت اكس كتمشي للزيرو ديال اف لي اكس كتساوي اف لي زيرو. هادشي كيعني اول خاصيه شفنا اش كتعطينا؟ الداله اف لي اكس متصله في النقطه زيرو. امور واضحه. غنتقلو للحاله الثانيه، f لي اكس هي غاسين اكس سور اكس، او دي لا فالو ابسولي ديال اكس سور اكس غاسين دو لا فالو ابسولي ديال اكس. المشكل عندنا تاني في الزيرو، تاني غنحسبو ليميت اكس كتمشي للزيرو لا فالو ابسولي ديال اكس سور اكس غاسين دو لا فالو ابسولي ديال اكس. واحد الملاحظة كيما درنا في واحد المثال في الدرس، ديما فاش كنلقاو لا فالو ابسولي القيمة المطلقة ديال اكس خصنا ندرسو الحالات ديال اكس كبر من الزيرو و اكس صغر من الزيرو. بحال الا كنحسبو
في 0 بلس وفي 0 موان. اذا كان اكس كبر من 0 القيمه المطلقه ديال اكس كتساوي اكس متفقين، يعني الليميت اكس كتمشي للزيرو و اكس كبر من الزيرو اللي كنا كنرمزو ليها بزيرو زائد زيرو بلس ديال لا فالو ابسولي ديال اكس على اكس غاسيم ديال لا فالو ابسولي ديال اكس كتساوي الليميت هادي غنوليو نكتبوها هي اكس كتمشي زيرو بلس القيمه المطلقه ديال اكس اللي هي اكس على اكس غاسيم القيمه المطلقه ديال اكس اللي هي اكس كتساوي الليميت اكس كتمشي للزيرو بلس اكس على اكس واحد غاسين دو اكس اللي هي كتساوي زيرو غاسين ديال زيرو هو زيرو. دابا نشوفو الحالة الثانية، اذا كان اكس صرف من الزيرو القيمة المطلقة ديال اكس كتساوي ناقص اكس، يعني الليميت اكس كتمشي للزيرو و اكس صرف من الزيرو ديال القيمة المطلقة ديال اكس على اكس غاسي القيمة المطلقة ديال اكس كتساوي ليميت اكس كتمشي هنا رمزو زيرو موان ديال ناقص اكس القيمة المطلقة ديال اكس هي ناقص اكس على اكس غاسي ناقص اكس. عندك تقول لي علاش ناقص وصل المقام، حيت اكس نيجاتيف مع الناقص هاد الشي هذا بوزيتيف كتساوي ليميت اكس كتمشي زيرو موان ناقص اكس على اكس هي ناقص غاسين ديال ناقص اكس. شحال كيساوي هادشي هذا؟ اللي ناقص اكس هو زيرو ياك، غاسين ديال زيرو هو زيرو والناقص غتعطيك زيرو. ها انت دابا باش نلخصو الامور، دابا حسبنا الليميت في اليمين والليميت في اليسار، لقينا بان الليميت اكس كتمشي زيرو بلس الاف لي اكس كتساوي زيرو، واللي كتخالف اف ديال زيرو عشان نفس اف ديال زيرو كتساوي جوج. هادشي اش كيعني؟ يعني الدالة اف لي اكس غير متصلة على اليمين في صفر. لقينا اخر، لقينا تاني بأن الليميت إكس كتمشي زيرو موان ديال إف لي إكس كتساوي تاني لقينا هي صفر اللي كتخالف إف لي صفر، يعني إف لي إكس غير متصلة على اليسار في صفر. إلى سمينا هذه نتيجة واحد وهذه نتيجة جوج، عندنا اف ما متصلاش في اليمين وما متصلاش في اليسار. اش كيعني هذا الشيء؟ كنستنتجو نستنتج ان الدالة اف غير متصلة في الصفر. مثلا كون لقيناها انها متصلة على اليمين او لا على اليسار، يعني انها تكون غير متصلة على اليمين ومتصلة على اليسار، او لا غير متصلة على اليسار ومتصلة على اليمين، ما نقدرش نقولوا انها متصلة في الصفر. كما قلت لكم ديما كنقولوا الاتصال بزائد وغير متصلة بناقص، يعني بالضرورة باش تكون متصلة في ديك النقطة خص زائد مع الزائد، يعني تكون متصلة في اليمين وفي اليسار. الا كانت ما متصلاش يا اما في اليسار او لا اليمين، يعني غير متصلة في ديك النقطة. دابا نشوفوا ثالثا ان اف لي اكس معرفة باجزاء، يعني معرفة على واحد بلس لانفيني بهذا التعبير وفي موال لانفيني واحد بهذا التعبير، والمشكل عندنا في واحد وعندنا ليماج ديال واحد هي جوج. تاني غنديرو الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار، يعني الليميت في واحد بلس واحد وفي واحد موال. الليميت اكس كتمشي لواحد و اكس كبر من واحد ديال اف لي اكس كتساوي الليميت اكس كتمشي لواحد بلس كيف العادة تاني رمز هي واحد بلس اف لي اكس اشنا هي واحد بلس، انا نخدمو بهاد التعبير هذا سينوس اكس وكاري ناقص واحد على اكس ناقص واحد. فين عندنا تاني مشكل؟ في الواحد، يعني واحد ناقص واحد عطنا واحد الزيرو هنا،
يعني خصنا نحاولوا نحيدوا الزيرو من المقام. اش غنديروا؟ غنديروا ليميت اكس كتمشي لواحد بلس ديال سينوس اكس كاري ناقص واحد على كنلاحظوا بان كاين واحد اكس ناقص واحد وهنا كاين اكس كاري ناقص واحد. حنا كنعرفوا بان عندنا واحد ليميت يزيل يعني باينه اللي هي ليميت اذا كانت اكس كتمثل الزيرو ديال سينوس اكس على اكس كتساوي واحد. يعني غنحاولوا نبينوا هذاك الشكل في هذا الليميت هذا. هنا عندنا اكس ناقص واحد باش نبينوا هذا اكس كاري ناقص واحد غنضربوا في المرافق ديالها اللي هي اكس زائد واحد، ولا ضربنا في البسط غنضربوا في المقام. يعني حتى هنا نضربوا اكس بلس ان كتساوي ليميت اكس كتمشي لواحد بلس ديال سينوس اكس كاري ناقص واحد عامل دي اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد عامل اكس زائد واحد اللي هي اكس كاري ناقص واحد. غنجيو باش بان احسن غنحطو واحد اكس كبيره كتساوي اكس كاري ناقص واحد ياك. الا كانت دابا اكس صغيره كتمشي لواحد بلس ياك اكس كبيره فين غتمشي؟ غنعوضو هنايا واحد ناقص واحد غتعطينا زيرو، يعني اكس كبيره غتمشي للزيرو. مزيان، يعني غتولي عندنا ليميت اكس كتمشي لواحد بلس ديال سينوس اكس كاري ناقص واحد على اكس كاري ناقص واحد كتساوي ليميت اكس كبيره كتمشي للزيرو ديال اش سينوس اكس كاري ناقص واحد اللي قلنا نديرو هي غرانت اكس. اكس كاري ناقص واحد هي اكس كبيرة. هادي يعني كنقولو نهاية زيال، يعني كنستعملوها مباشرة بلا ما نبرهنو عليها. يعني ليميت اكس كتمثل زيرو ديال سينوس اكس على اكس كتساوي واحد. هانتا يعني غنجيو نعوضو الفوق ليميت اكس كتمشي لواحد بلس ديال سينوس اكس كاري ناقص واحد على اكس كاري ناقص واحد عامل لإكس زائد واحد. هادي شحال لقينا؟ هي واحد. نضربها هنا ليميت اكس زائد واحد اكس زائد واحد في واحد راه باينه، يعني كنعوضو مباشرة بواحد حنا ما عندناش مشكل. واحد زائد واحد اللي هي واحد في جوج اللي هي جوج اللي هي كتساوي اف لي واحد لي ماج ديال النقطة اللي عندنا فيها المشكل. اش كنلاحظو دابا هنايا؟ نقدرو نقولو بأن الدالة اف متصلة على اليمين في واحد. دابا بالنسبة للاتصال على اليسار، يعني غنحسبو ليميت اكس كتمشي لواحد و اكس صغر من واحد ديال اف لي اكس. باش نعرفها كوس بي سور دو اكس على اكس ناقص واحد اللي هي ليميت اكس كتمشي لواحد موان ديال كوس بي سور دو اكس على اكس ناقص واحد. المشكل فين كاين؟ في الواحد. الواحد ناقص واحد عطانا الزيرو، مقدرش نخدمو بالزيرو هنا، دونك خصنا نحيدو هذا من هنا. نديرو واحد التغيير المتغير، تيتا كتساوي اكس ناقص واحد. اش غتعطينا؟ اكس كتساوي تيتا زائد واحد. اذا كانت اكس كتمشي لواحد تيتا فين غتمشي؟ واحد ناقص واحد غتمشي للزيرو. هنا غنعاود نكتبو ليميت اكس كتمشي لواحد بلس ديال اف لي اكس راه هي ليميت اكس كتمشي لتيتا ديال اش كوس بي على جوج اكس باش غنعوضوها تيتا زائد واحد على اكس ناقص واحد غنعوضوها بتيتا كتساوي ليميت اكس كتمشي لتيتا
ديال كوس غنشرو بي سور دو تيتا بلس ان على بلس بي سور دو عفوا على تيتا. درنا والو دابا انا نشرنا كتساوي ليميت اكس كتمشي للزيرو. عندنا واحد العلاقة كتقول بأنه كوس بي سور دو بلس اكس اش كتساوي موان سينيس اكس. هنا نعوضو كوس هادي بحال هادشي هادي هي اكس. كوس بي سور دو بلس اكس هو موان سينيس ديال اكس اللي هو بي سور دو تيتا على تيتا. فالمثال الثاني كنا خدمنا بهاد ليميت اكس كتمشي للزيرو ديال سينوس اكس على اكس. هادي هاد ليميت ايزيال اللي هي كتساوي ديما واحد. يعني خصنا ثاني نبينوها هنا باش نخدموا بها. يعني ليميت اكس عفوا هنا تيتا حطو مع الباء هنا تيتا هنا تيتا. يعني ليميت تيتا كتمشي للزيرو تيتا كتمشي للزيرو ديال موان سينوس بي سور دو تيتا. باش نخدمو بهادي يعني خصنا نبين واحد بي سور دو تيتا لتحت غنضربو في بي سور دو وعندنا تيتا فوق ولتحت. يعني درنا بي سور دو بي سور دو بحال ما درنا والو حتى حاجة ما غتغير اللي هي ليميت تيتا كتمشي للزيرو ديال موان سينوس بي سور دو تيتا على بي سور دو تيتا مضروبة في بي سور دو. هادي اش قلنا كتساوي كتساوي واحد مع الموان هي ناقص واحد في بي سور دو هي موان بي سور دو اللي هي كتخالف اف لواحد. يعني الليميت اكس كتمشي لواحد بلوس ديال اف لي اكس كتساوي موان بي سور دو كتخالف اف لواحد. اش كيعني هادشي؟ يعني اف غير متصلة على يسار واحد. شفنا بأن هنا اف متصلة على اليمين شفنا بأن اف متصلة على اليمين في واحد ياك. دابا شفنا بأن اف غير متصلة على اليسار في واحد. ديما تاني عندنا زائد والناقص يعني ناقص. يعني كنستنتجو بأن اف غير متصلة في النقطة واحد. باش ما نطولش عليكم غنكتفي بهذا التمرين في هذا الفيديو. التمرين الاخر في الفيديو الجاي ان شاء الله.